حبايبي حبايبي بحبكم بحبكم. هو البروفيسور، هو البروفيسور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. بحبكم بحبكم بحبكم. لما يجي لك حرف الدي مع الار هتتنطق ازاي في الانجليزي؟ ما اسمهاش درايفنج، اسمها درايفنج، درايفنج. ما اسموش دريم، ما اسموش دريم خالص، اسمه دريم، دريم. ما اسموش دريك، اسمه ج ج دريك. طب مثال يا بروفيسير، سهل جدا وجميل جدا. I dream of driving with Drake. I dream of driving with Drake. انا بحلم بالقيادة مع دريك. بقول لك سهل خالص، ده بيعتبر piece of cake، يعني easy، يعني حاجة سهلة خالص، جميل خالص. الانجليزي حلو مع البروفيسير، بقول لك هو البروفيسير. لما يجي التي مع الار ما اسمهاش ار، اسمها ار، ار. كار ما اسمهاش كار، كار. لسانك بيبقى في نص بقك، في نص الفم، هتبقى كار، كار. التي لما تيجي مع الار هتبقى ايه؟ هتبقى بص، travel travel travel، train trip، travel train trip. مش travel، مش train، مش trip. انسى دول خالص، انسى بقى. نسيت ال cha 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 دوت في ال travel، في ال train، في ال trip. افتكر رأسة تشا 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 في أمريكا، تشا تشا تشا. عندنا تشا تشا تشا، رأسة تشا تشا تشا، وعندنا رأسة السالسا، وعندنا رأسة السامبا. الحياة حلوة وجميلة، يبقى تشا تشا تشا. بقول كده I travel by train on my trip. أنا سافرت بالقطار في رحلتي. بقول لك الإنجليزي حلو مع البروفيسير، الانجليزي بيس اوف كيك، يعني سهل وجميل. هو البروفيسور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه بولايات المتحده الامريكيه. بحبكم بحبكم بحبكم. باي باي.